الاعتكاف العشر الأخير من رمضان سبحان الله يعني نادرا ما لقينا حدا معتكف. أنا أول من اعتكف في حي الصالحية من شي 30 سنة، لكن الاعتكاف درجات سبحان الله. أول سنة اعتكفتها بس قرأت في الكتب بأنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف، فلما قبض اعتكف أزواجه من بعده، وأنه ما ترك الاعتكاف أبدا، والنساء ما تركوا الاعتكاف، والاعتكاف موجود في القرآن والسنة. وكنت مندفع بشكل، بس اللي وين شغلة بترضي الله سبحانه وتعالى لروح عليها. والله جبت الحاف، جبت مخدة، استأذنت من الإمام جامع الحاجبية جامع الحنابلة، قال لي جيبهم اعتكف، حطيتهم بزاوية الجامع هيك، يفوتوا العالم شو في مين نايم هون، مين مقلع من بيته، مين كذا. والله هذا فلان الشيخ فلان معتكف. شو يعني معتكف؟ يعني عم ياكل ويشرب ينام بالجامع. هيك الله قال له ياكل ويشرب ينام بالجامع، يعني ما بيشتغل؟ قال له لا ما بيشتغل هذول 10 أيام، ما بيعرفوا الاعتكاف. حتى ابي يعني قال لي هيك الله قال لك تترك مرتك ولادك تنزل تقعد بالجامع؟ قلت له ايه هيك الله قال لي. مو المشكله، مشكله مو عنده، المشكله عندي انا، رح تطلع روحي بالاعتكاف. يعني كان عمري 30 سنة، يعني يوم أقعد على سجادة الصلاة لحالي بالجامع تطلع روحي يا أخي، يدي خلقي ربع ساعة نص ساعة ساعة. لك ما صدق إمتى يصير وقت الصلاة ليجوا المصلين بس استأنس فيهم. بعدين تطورت معنا، صرنا الاعتكاف أحالون الناس للأكل والشرب، معتكفين عند المغرب لقي صينيتين لحمة بالصحن أجوا، يعني عم صينية فراريج مع بطاطا اجي، ربطين ثلاثة خبز سياحي اجوا، تفاح وموز اجا، نتم ناكل بعد التراويح، ناكل على السحور ناكل. اي نعم، شو جايين ناكل نحن؟ بالاعتكاف الانسان بده يقلل طعامه وشرابه. تمت تتطور معنا بعدين لحتى بالاخير ما عاد استأنست بالناس نهائيا. لحطني بالمحراب سنة كاملة ما حدا يحكي معي، ما بحكي مع حدا، ما بشعر ابدا بالوحشه ابدا، لانه الانسان سبحان الله بيرطب لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى وكتبه معه وربه معه، شو عاد بده. وبعد عن السفهاء بالاعتكاف، هذا قول الامام الشافعي رحمه الله تعالى. اعتكف معي سنه من سنين سفيه موتني، جنني يا رجل، ما تهنيت بالاعتكاف نهائيا، ما بيفوت لسانه لحلقه بنوط طول ما له قاعد ابدا ابدا. منين بيجيب لي التخبيص؟ منين بيجيب لي السياره اللي ما لها طعمه ما لي عرفان؟ اي نعم. وانا كنت مغشوش فيه يعني. بعته خطيب جمعه على بلد، الله يعين البلد اللي بعته عليها، بسم الله. فالاعتكاف خلوه، خلوه مع الله سبحانه وتعالى. تاري لو انه الانسان اي نعم شوي 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 يتدرب عليها. أما فرد مرة، الشيء الوحيد اللي ندمت عليه بحياتي إني ما اعتكفت بمكة أو المدينة. كنت أقضي العشر الأخير من رمضان هنيك بس، وبرمضان يعني صايم، يعني بتحسن تطلع على مطعم تأكل؟ ما في. بتحسن تطلع على مكان تطلع في كاسة شاي؟ ما في. ترجع على السكن، شو ترجع على السكن تساوي يعني؟ بدك ترجع على السكن مشان تصلي هنيك، الصلاة عندها. بس شو اللي كان يأخرني؟ إنه معي فوج، بدون هدول خدمة، بدون أخذهم على المزارات، بدون أخذهم إيه نعم أعملهم دروس، بدون إيه. ونحن مفكرين إنه يعني ما حدا تخيل بيوم من الأيام نتصل بلادنا لهالمواصيل هاي، ما أجى لبالنا أبدا ولا تخيلنا، حتى لما بدأت الأزمة ولا أجى لبالنا أبدا نصل لهون. ولا كان واحد استدرك أشياء كان ندمان عليها، كان مقصر فيها، كان لحقها. الشيء اللي ندمت عليها انه ما اعتكفت في مكة والمدينة. فانيك بتسجل اسمك بالحرام قبل العشر الاخير مشان بيعطوك ورقة مشان تصير تفوت تطلع عليها. بتفوت اكل ساعتها بيسمحوا لك، بتفوت بطانية ومخدة بيسمحوا لك. اما بالايام العادية انت زائر عادي معتكف، نعم مصلي عادي معتمر عادي، ما بيسمحوا لك تفوت.
لا بطانية ولا مخدة ولا أي شيء.